اتكلمنا في كل حاجة تخص الفنيات والحديث عن التحكيم، فقرة خاص وحصري مع الكابتن سمير عثمان. كابتن سمير مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف. اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله. بسلم على حضرتك. حال الجدل في لقطات كتيرة، ولكن ان شاء الله تحسمها. كويس عشان يجي لنا شغل يعني، عشان نشتغل يعني. كويس الحالة دي. لا رزق النهاردة كتير. النهارده كان عندنا مباراه الاسماعيلي والزمالك كابتن، مباراه طبعا المباريات الصعبه والجميله طول عمرها، سواء اسماعيلي زمالك اهلي اسماعيلي. ادار اللقاء النهارده محمد عادل الحكم الدولي، وكان معاه هاني خيري وعمر فتحي، ودول اثنين من الحكام ممتازين. محمد الغازي كان حكم رابع، حكام الفيديو النهارده دكتور مصطفى مدحت ومحمد عزيزي. عندنا اول حاله مطالبه الزمالك في لمسه يد، فعلا الكره هتيجي في ايد لعيب نادي الاسماعيلي، بس ايديه ملاصقه للجسم، قرر الحكم سليم باستمرار اللعب، جت في ايده بس الايد ملاصقه في الجسم، قرار سليم باستمرار اللعب. عندنا الحاله الثانيه حاله مهمه في برضه المباراه، مطالبه لعيب الاسماعيلي لركله الجزاء، لا توجد ركله جزاء ولا يوجد تحايل. تمركز محمد عادل ممتاز، شايف الزاويه ممتازه، لعيب الاسماعيلي هنا وقع لوحده، يستمر اللعب هو القرار السليم. ودي كانت عندنا الحاله الثانيه. نخش الحاله الثالثه، اسهل حالات المباراه، هدف تم احرازه لفريق الاسماعيلي بعد كورة بين مدافع ومهاجم الإسماعيلي مع الزمالك. احنا نشوف بس الهدف بالكامل. تم احتساب الهدف، بعد كده هنشوف اللعبة هيقف وحكم الفيديو هيستعدي الحكم. هنا نقف هنا، عندنا في اول حاجة لعيب الإسماعيلي معرفش يوقف الكرة ولا يسيطر عليها سيطرة كاملة، جريت منه. اما جريت منه لعيب نادي الزمالك الرابس رقم 7 لعب الكرة ببوز القدم، تمام، اتقدمت معرفش يروح لها بعد كده. ليه؟ بسبب الإعاقة اللي عملها لعيب رقم 3. عندنا لعيب الزمالك لعب الكرة، نجح في الكرة، عاوز يوصل لكرته، معرفش يوصل لكرته بسبب إعاقة لعيب نادي الإسماعيلي. هنا حكم الفيديو بصراحة جاب أفضل زاوية لمحمد عادل، لكن قرار محمد عادل هو اللي هيمشي، بس أنا أختلف مع قرار محمد عادل، أمشي قرار مع الزاوية اللي جابها له مصطفى مدحت. بعيد تاني، هنا عندنا لعيب نادي الزمالك لعب الكرة معرفش يوصل لكرته بسبب إعاقة لعيب نادي الإسماعيلي رقم 3. يعني حضرتك عايز تقول الهدف مش صحيح؟ هدف مش صحيح طبعا. الاي بي بي لحظة بدء الهجمة لازم الكرة يرجع وتبقى فيه يلغي الهدف ويحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح الزمالك، ودي الحالة الثالثة. نروح سريعا للحالة الرابعة للإسماعيلي. الحالة الرابعة تم إحراز هدف الإسماعيلي، هل في ركلة جزاء ولا لا؟ أما نيجي نبص على الكرة، لحظة لعب الكرة لعيب نادي الإسماعيلي في موقف تسلل ولا يوجد تسلل، أون سايد، خلاص اللعبة كده ما فيهاش أي مشكلة. بعد كده لعيب نادي الزمالك أحرز الهدف في مرمى. دي لعبة بصراحة غريبة. حارس مرمى بتاع الزمالك حد بيحتك بيه، الحكم ما حسبلكش فاول. أنت بتلعب الكرة بعد كده بتتصرف غريب بصراحة، الكرة ما زالت في اللعب. قدم لعيب نادي الزمالك حارس المرمى بالشنكل لعيب نادي الاسماعيلي داخل ال 18 اثناء سير المباراه، ركله جزاء لا يختلف عنها اي واحد على كوكب الكره الارضيه، لا يمكن محمد عادل يشوفها، بس لازم حكم الفيديو يناديها. دي كوره تستحق التحقيق، تحقيق كبير لحكام الفيديو مع حكم المباراه. كوره زي دي لو حصلت في مباراه المنتخب تبقى كارثه. انا مش عارف لعيب نادي الزمالك بيعمل ايه بصراحه، حتى لو لعيب نادي الاسماعيلي احتك معاه، بس انت ده بلاي اون، الكره ما زالت في اللعب. بالشكل ده تصرف غير واضح من حارس مرمى نادي الزمالك. القرار في الحاله اللي فاتت دي ركله جزاء وانذار على لعيب نادي الزمالك حارس المرمى. لا ما توصلش الطرد، ما فيش استخدام قوه زي ده، لكن لازم، انا اعتقد لجنه الحكام مش هتسيب كره زي دي، لان كره واضحه لكل الناس. حكم الفار لازم كان ينادي حكم المباراه، لازم ينادي حكم المباراه. حكم المباراه لا يمكن في الكره دي يشوفها الا لو حكم الفار نادى الحكم المباراه ورفض، وده اشك فيها. بعد كده عندنا في نهايه المباراه مطالبه الزمالك لركله الجزاء على اساس ان الكره جت في ايد لعيب نادي الاسماعيلي. فعلا الكره جت في ايد لعيب نادي الاسماعيلي، لكن في وضعها الطبيعي، في وضعها الطبيعي ما ينفعش يودي ايديه في اي مكان، وكان قرار محمد عادل باستمرار اللعب هو القرار السليم. النهارده مباراه المفروض كانت تبقى سهله شويه، بس بصراحه النهارده كان في حالات تحكيميه يعني كان ممكن لو كان فيها تركيز كان يبقى فيها افضل. انا بعد المباراه دي بصراحه بطالب لجنه الحكام الرئاسيه واتحاد الكوره لازم يسرع في اصدار رخص الفار للحكام الممتازين اللي احنا شفناهم في كاس مصر. الحكام اللي احنا شفناهم في كاس مصر دول حكام مبشرين بالخير، اتفرجنا على 12 حكم جديد صغير ما يقدرش يلعب في الدوري الممتاز عشان معهوش رخصه الفار. لازم اتحاد الكوره من النهارده يسرع يطلع للحكام اللي احنا شفناهم دول رخص الفار عشان يشاركوا في الدوري الممتاز. شرفتنا ونورتنا كابتن. شكرا جدا يا كابتن. ايه
عند حضرتك جديد؟ لا لا خلاص انا اللي قلت كده. هو كان الكابتن سمير بس مستني. اتفضل يا كابتن احمد. بس خلاص يا كابتن سمير مفيش يا كابتن. احنا لا يا كابتن، لا انا مختلف معاك كابتن احمد. لك استاذ بس احنا يعني كنا يعني بنلعب له مان تو مان يعني. انا يعني كابتن سمير اديلك 9.5 اختلاف على الفاول بس. انت حبيبي يا ابو حميد. انهي فاول بس؟ بشكرك جول. شكرا كابتن محمد، شرفتني ونورتني. شكرا. اشكرك كابتن حازم. شكرا جزيلا. شرف جزيلا كابتن احمد، شرفتني ونورتني. ربنا يخليك يا كابتن سيف. كابتن شرفتني ونورتني. شكرا كابتن سيف.